بتمرن يوميا استعداد طبعا للماتش المقصه، والتمرين ما فيهوش ملل ولا حاجه، بالعكس تنويع التمرين وتنويع اشكال التمرين والاهداف من التمرين دي ما بتعملش ملل عند اللعيبه. لكن احنا شغالين طبعا، مستعد في تركيز طبعا، كل ما بتقرب على المباراه كل يوم في التمرين بيبقى التركيز اعلى لغايه لما توصل ان شاء الله يوم الخميس. الحمد لله الاصابات برضو الى حد ما، يعني فابيو جونيور رجع وعماد متعب برضو بدا يستعيد يعني كتير من فورمته، بالاضافه طبعا عندنا في فضل وفي سيد حمدي وفي جده، يعني الفراوده كلهم. شريف عبد الفضيل بدا برضو يعمل البرنامج العلاجي بتاعه والتاهيلي وان شاء الله يرجع لنا. لسه دومينيك برضو ان شاء الله خلال اليومين ثلاثة الجايين ده يبدا ينضم. نجيب بقى طبعا ورامي لسه شويه. يعني التدريب تقريبا مشابه، يعني تغييرات طفيفه جدا، لكن زي ما انت بتقول طريقه اللعب ممكن، الشكل ممكن، التكتيك اللي هتلعب بيه بيختلف طبعا شويه. يعني انت بتلعب قدام الاسماعيلي مختلف عن طريق عن فريق المقصه في الاسلوب اللعب بتاعه. الاثنين طبعا فرق كويسه جدا، وكلنا شفنا هم تعادلوا 0-0 مع بعض في اسماعيليه، فريق المقصه فريق قوي، بس ده ليه اسلوب لعب، ده ليه اسلوب لعب. المهاجمين هنا ووسط الملعب هنا مختلفين عن اسلوب المقصه شويه بالنسبه للاسماعيلي، فطبعا بتختلف بالنسبه لنا في الشكل طبعا وفي بعض العناصر، يعني او قليل من العناصر اللي نبدا بيها هنا بتختلف طبعا.